يبدو الحرب تدبير معتصم بالله منتقم خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومه فتح الفتوح تعالى أن يحيط به. في مدرسة حدودية طبعا تقع على الخط الأخضر في منطقة خزاعة، تقريبا هي الأيام السابقة كانت يعني أشد قسوة من الأيام الحالية. كانت مدرسة تتعرض لكثير من إطلاق النار من الاحتلال طبعا على هذا الخط الحدودي. طبعا تتعرض الطالبات ل خوف الشديد أثناء اللي هو جلوس في الحصص داخل الفصل الدراسي. يبقى أنا عندي في سياج ورابطة سياج ورابطة سياج ورابطة ثنائية. هي رابطة ثنائية رابطة ثنائية. في كثير من الإصابات يعني كانت تقع في صفوف الطالبات في هذه المدرسة. مرة أحيانا اللي هو أنا كنت طبعا أقوم اللي هو بتنفيذ حصتي في فصل دراسي، فأثناء اللي هو هذه الحصة تعرضت إحدى الطالبات لإطلاق نار من اللي هو من دورية كانت تمر على هذا الخط الحدودي. فهذه الرصاصة أيامها أتذكر اخترقت اللي هو زجاج النافذة، فمما أدى إلى إصابة الطالبة في أنفها. فطبعا وقع الهلع والخوف في صفوف الطالبات. Thank you.